السلام الناس كديرين لاباس عليكم بخير كلشي مزيان نتمنى تكونوا كلكم بخير على خير عرفتي كاين شي برد الموت تاع البرد اليوم خرجت قضيت شي غرض ديال شي ورق قضيت شي ورق وغادي دابا يلاه ساليت يلاه خرجت من سميتو اللي كنت فيه اللي كنت كنصوفي الورق حتى كنتفكر بلي راه اليوم الاربع كيكون السوق نقدر نمشي نجي فيه شي دوره غنشوف دابا شحال الساعه الا باقي ليا الوقت على حسب سميتو على حسب الخدمه الا باقي ليا الوقت غنمشي نجي فيه شي دوره المهم خليكم معايا تشوفوا السوق ديالنا كيجيبوا فيه الصراحه هكايا بالحق الناس كيجيو بكري كيجيبوا فيه هكايا ميزات سميتو الحوايج المهم اللي حوايج المعنات التواب خاصه التواب العرب يعني حنايا العرب كيجيو لهاد السوق بزاف على حساب التواب كيجيبوا التواب الزوينين بالثمن مناسب المهم خليكم معايا وغتشوفوا Thank you.
Thank you.
يلاه دخلت للدار. من دخلت للدار قلت حوايجي نوري لكم باش نسد الفيديو، نوري لكم داك نوري لكم داكشي اللي تقديت من السوق اللي مشيت ليه اليوم. الصراحه ما كنتش دايره اصلا، انا نسيت بلي راه اليوم الاربع كيكون السوق معاك يا عمر. عندنا حنا داك السوق الاربع والسبت غير في الصباح، من الصباح حتى تقريبا حتى ديك الوحده ديال النهار. واليوم نسيت خرج ليا كاع من بالي، غير كملت المهم كملت داكشي اللي كان ديال الوراق اللي كنت كنصاوب اللي مشيت عليه الصباح. ملي دزت هو يبان ليا قلت غنمشي نجيب فيه غير دوره غير خفيفه. المهم كنتش انا معوله على السوق، خديت غير شي حاجه هكايا غير شي حوايج خفافين وصافي. المهم هنا هنايا الصراحه زوين، كاين ما يتقدى. هذا زيت شال عجبني ديال وقت البرد، وتف في الربيع هكايا عجبني اللون اول حاجه. وعاد سميتو يعني حنايا هنايا قليل فاش كنصيبو هاد الشلان هكايا كبارين. هانتوما كما كتشوفوا راه كبير كبير، الثوب ديالو زوين الا ما تحببش. المهم غنشوف غنجربو، انا عجبني اللون والثوب ديالو دافي. خديت غير واحد في هذا الشكل، خديت غير واحد وما عرفتش كيبان لكم ولا لا اللون ديالو رطيطب. وفي هاد اللوينات كيجي تقريبا يجي مع كاع اي حاجه لبستيها. خديتو هذا ب 10 دراهم اورو، هذا باورو. من بعد شنو هنايا هذا خديته ب جوج اورو، هذا بسطام هكايا سخون جوج اورو. والله ما حليت نشوف كي داير الداخل زوين. شديري هكايا دوك فين تخشيو دوك لي كارت، هنايا الصرف زوين وسخون في هاد العقيق هذا داك البيض. هادو خديتهم لولدي، ما عرفتش واش غايجيو قدو ولا مجاوش قدو، غناخذهم انا. الصراحه سخانين مرطبين، كيجيو بحال تقاشر هكايا وكيطلعو حتى الفوق سخانين. خديتهم لولدي ولكن ما عرفتش واش غايجيو قدو ولا مجاوش قدو، غناخذهم انا. من بعد خديت ثاني هذا اللون، هذا ما خديتهمش في نفس البلاصه، هذا هو اللي خديت الاولاني دزت ثاني من واحد البلاصه اخرى بقيت ثاني هذا. هذا شويه الخيط ديالو ماشي كي بحال هذا، هذا ثقيل والثوب ديالو صحيح. هانتوما عجبني اللون ديالو هكايا كاروات من الوسط وجات حتى لهنا في هاد الوريضات. هذا الثوب ديالو الصراحه صحيح، هذا خديته بجوج اورو، هذا كيديروا لي جوج اورو الثوب ديالو صحيح مخدوم مزيان. هذا لا، هذا الثوب ديالو خفيف. هانتوما شوفوا اليد كي كتبان فيه ولكن زوين مقارنه مع اورو راه زوين في البرد. هذا خديته لولدي، كيلعب الكره وملي كيدوش وكيخرج كيكون هكا البرد بزاف. هذا ديال الكره كي باش على البرد، هذا حتى هو باورو. المهم هادشي اللي خديت، ما خديتش شي حاجه كثيره غير هادو اللي خديت. كما قلت لكم ما كنتش دايره بحساب يعني السوق، انا نسيت وخرج ليا كاع من بالي السوق اللي راه كاين. ان شاء الله مره اخرى ملي غندير بحسابه ان شاء الله يعني ندير لكم شي فيديو هكا يعني خاص بالسوق وكل حاجه، ندير لكم الثمن ديالها. اليوم غير بالزربه خطفت معكم شي حويجات، خاصه كنت دوك التوابات اللي كنت هضرت لكم عليهم. الناس راه كيمشيو معاها الصباح بكري
باش يهزو دوك يعني التواب اللي هما زوينين، كيديروا شي اثمنه يعني مناسبه جدا، والناس مجربين دوك التوابات ما كيخسروش، زوينين. خاص غير اللي يعرف يعني التوب، كاينين التوابات اللي بحال ما كيعرفش التوابات يقدر يتصيد، ولكن اللي كيعرف التوب كيكونوا ميزه تميز زوينين الصراحه. كما غتشوفوا في الفيديو صورت لكم شي توابات، الصراحه سولت عليهم الناس معايا قالوا لي راه الناس خيطوهم وطلعوا زوينين، خاصه ديال الجوهره هما اللي سولت عليهم بالضبط، وديال المليفه قالوا لي تصدقوا واعرين بزاف، تخيطوا وتلبسوا يعني وعاودوا تصبنوا ما وقع لهم حتى حاجه. ودرت لكم دويره هكا خفيفه في دوك التوابات، اما راه كاينين بزاف المالين التوب، كاينين بزاف بزاف، انا غير هكايا بالزربه ما درت حساب حتى باش نجيب كري يعني لخدمتي، ما كاينش الوقت. المهم كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. وشكرا لكم بزاف على التعليقات ديالكم اللي كتخليو ليا، وشكرا لكم على الدعم، ومرحبا بكم.